هو الذي قيل في كلامه كلامه فوق مستوى المخلوق ودون مستوى الخالق، وهو الذي أجاب الفراهيدي عنه فقال: ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا وأخفاها محبوه خوفا وظهر من بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. دفعني الشغف قبل الولاء إلى معرفة نصية ماذا هذه الشخصية التي شغلت الجميع، فكان الانغماس في قراءة ما أثره مذ عرفت الكتابة وتفكيك النص والسياق والسرد عن ميل وهوى طفولي، ثم عن ارتباط عقلاني بمن تلمذ لمن علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى. إنها مخبرية لدراسة أشرف اللغات التي أودعها الوحي حلله، رقعة رفعة لأهلها وفرادة لها بعد بلوغها شأوا إبلاغيا هيأ له هذه المزية الوعائية لتشبه مهمة تقييد رسم الوحي ومحاكاة الريادة المضمونية في نضجها ومنطقيتها ودقة تعبيرها. وقد توسعت في هذا البحث، وضعت أطرا له يستطيع المراجع أن ينالها جميعا. إن سبر الواقع من دونه عقبات تتخطى حدود السائد، فالمتقدمون بين كاره وخائف ومنتفع، والمتأخرون بين ظان وظن لا يغني عن الحق شيئا، وتابع مقلد متعصب أعمى الحقد بصيرته أعمى الحقد بصيرته. ولذا كانت القراءة التي أحاطت بالموروث كله وقد بلغ عشرات آلاف الصفحات حتى استخلص هذه الروايات 17 من مشرق العرب إلى مغربهم، ومن الدول الناطقة بالعربية إلى الدول غير الناطقة أو الناطقة بلغات أخرى. هو واضع النحو مطلقا، ولا أقدم الحقيقة قبل النتائج البحثية، ولكن ألخص قدر الإمكان. ومن هو طلال على ما ليحيط بشخصية علي بن أبي طالب عليه السلام؟ منهج البحث هو المنهج المتتبع الذي يركز على الخطوات المتعاقبة كماله، التعامل مع المسائل مجتمعة من قرب ومن بعد، من قرب برواية الرواية كما وردت، ومن بعد من دون إملاء أو إسقاط على الواقع شيئا، لأنكم تعلمون أن حب علي يخامر أبداننا. ثانيا، يلاحق البحث الحقيقة من دون فرض مسبق ونتائج مسبقة. ثالثا، أفضل التجربة العلمية الثقافية في ساحل المثقفة، الانطلاق من الخاص إلى العام على سبيل الاستقراء الذي يجمع الحقائق، وهو عندي أفضل الطرائق العلمية. رابعا، ترك فخ التعميم الذي يقع فيه أغلب الباحثين وأغلب البشر. تلك هي الأشكال التي شغلت البحث طيلة عقود، كيف تقدم دراسة تليق بالمقام وترضي بعض طموح تجاه عبقرية الأمير، وتقارب نتاج علماء نذروا أنفسهم لشموخها وتؤرخ لسلسلة طويلة من ثر الأفكار. المبحث الأول تجميع الروايات، المبحث الثاني روايات وضع النحو، وهي متعددة بلغت 17 رواية من شرق الأمة ومن مغربها. تبدأ الروايات مع ابن سلام الجمحي، الرواية الثانية مع ابن قتيبة، الثالثة مع المبرد، الرابعة مع أبو الطيب اللواوي، الخامسة مع السيرافي، السادسة مع الأزهري، السابعة مع الزبيدي، الثامنة مع ابن النديم صاحب الفهرس، التاسعة مع ابن فارس، العاشرة مع ابن عساكر، الحادية عشرة مع عبد الرحمن بن محمد الأنباري، الثانية عشرة مع ياقوت الحموي، الثالثة عشرة مع رواية القفطي، الرابعة عشرة مع ابن خلدون، الخامسة عشرة مع رواية السيوطي، أو السادسة عشرة والسابعة عشرة مع البغداد. المبحث الثاني رواية وضع النحو على غير يدي الدولي، تفرد ثلاثة منهم ابن النديم، وهو عالم من كبار علمائنا ثقة عبر التاريخ، ولكنه يعرض للموضوع انطلاقا من الحقيقة الموضوعية. إذن أقدم السرافي عليه ابن النديم، وأختم برواية الأنباري. المناقشة طبعا يتوسع فيها، لم ينل أحد كما نال المحدثون من الإمام في فكره وفي تقدمه وفي حصافة رأيه،
ولذا قسمت الدارسين إلى أقسام هي الموافقون، المشترطون، الرافضون. الموافقون اعتمدوا على أشهر الروايات وانطلقوا من فكر يستند إلى الثقة التي محصوها لاحقا بدراستهم الدقيقة والمستنتجة من دون إملاء أو إسقاط على الواقع. منهم جورج زيدان، مصطفى صادق الرافعي، أحمد حسن الزيات، غوستاف فلوجل. ولي كما تعلمون قليل من المستشرقين الذين ينصفون. فلوجل أنصف الإمام علي خير إنصاف. المشترطون توزعت أفكارهم على مازن المبارك، حسن عون، لشتنشر في دائرة المعارف الإسلامية. الرافضون مطلقا صدحت أفكارهم برؤاهم المضللة، ويبقى أن نعرضها كآراء لجماعة الرافضين المعترضين على الأقدمين فيما ذهبوا إليه. إبراهيم الصفا يريد أن يقول بعد أن قدم لهذا الحديث وأن تركت الحروب لعلي وقتا ليكتب في النحو. شوقي ضيف يطالعنا بأنه ينحي على الشيعة منحى إملاءهم على علي ما لم يكن فيه، هكذا وبكل بساطة. سعيد الأفغاني أيضا يعود إلى مقولة وهل تركت الحروب والفتن لعلي وقتا. أحمد أمين، طبعا أحمد أمين المصري وليس أحمد أمين النجفي، يتحدث في تاريخ النحو أنه منشأه غامض كل الغموض، وكل ما ذكروه ويعني الرواة لا يشفي غليلا، ويعلق قائلا بكل هذا حديث خرافة أو لا. دقيقتان. نعم، مناقشة الروايات، ولكن بيطلع لي دقيقتين لوضعي الصحي زيادة. نعم، يعني لي دقيقتان زيادة لوضعي الصحي فقط لحتى أتمكن من التعبير. صار، خدمتكم دكتور. العفو. إذن نناقشهم في آرائهم فنرد آرائهم عليهم ردا، نستنتج أن أتباع هذا المذهب التشكيكي الرافض عزلوا أنفسهم عن النظر العقلي في نتاج السابقين كله، وردوا الروايات مع أنها ممحصة ودقيقة ووافقت مرحلة التأصيل الأول. في الخاتمة أقول بناء على ما تقدم يمكن القول أن الالتباس قد أميت عن موضوع النحو العربي نشأة وتأصيلا من دون إسقاط من خارج الموضوع ولا ميل عن الحقيقة، إذ أن تهافت الرافضين والمشككين نال من أفئدتهم فهي هواء أمام البحث الجاد. ومن يبحث عن الجذور فالنحو في خصميه العملي الممارس بالصليقة قبل علي وأبي الأسود الدؤلي، والعملي المحتكم إلى العقل والتعلم بعد نزول القرآن بالعربية، وهذا كله يشهد للرائد في أهله الإمام علي عليه السلام بفضل السبق الذي حفظ على الأمة لسانها لتبقى خير أمة أخرجت للناس بما مثله من قيادة واعية ومعرفة عميقة. وأختم بقول أبي الأسود بالاعتماد على الصليقة، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن صليقي أقول فأعرب، إن قصرت سامحوني، إنه المرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم والشكر السلام. للسادة العلماء وللزملاء الباحثين وللحضور الكرام. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك الأستاذ الدكتور طلال. إن كانت هناك مداخلة أو سؤال مع الباحث. نعم، وطلب الدكتور قال دقيقتان، طلب دقيقتين لوضع الصحي ودقيقتين دقيقتان مني أعينه أيضا في التلخيص لوضعه العلمي ليس للوضع الصحي. جناب الدكتور تطرق في بحثه إلى يعني آراء عبر عنها في المبحث الأول الروايات، أحصاها 17 رواية للقدماء، وقال منهم المشترقون، وفي مبحث أخير ناقش آراء المحدثين أيضا لهم رأي في هذا، فكانت مناقشة حقيقة في بحثه لطيفة، واستنتج بالنهاية الدور وأثر الإمام صلى الله عليه في إرشاد وتوجيه أبا الأسود الدؤلي في تأسيس علم النحو. دكتور، ما تقصدون بالمشترطين؟ ممكن توضيحها؟ وافقوا على بعض الروايات وعلى قسم منها بأنه نعم ما أسهم في توجيه أبا الأسود، لكنه لم يتصدى لوضع القواعد الكلية. ينكرون عليه أنهم وضع
القواعد الكلية لأسس النحو، الاسم هو مدل على مسمى الفعل مدل، ينكرون هذا كليا ويشترطون رد هذه الروايات لأن الشيعة نحلوها عليا عبر التاريخ. إذن المشترطون هم الرافضون لهذا التأثير؟ صحيح. أو لهذا الأثر؟ صحيح. هم الرافضون يعني؟ نعم. بني، شكرا جزيلا لك جناب الدكتور على التوضيح.